إضاءة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. الحقيقة إحنا هنا في المكان بننفذ فيه ريبيرنج، فلقينا هنا عمودين اتغير اتجاهاتهم. عمودي فوق تاني دور عملوا عمودي عليه. ليه؟ هو بقى يعني الفكر المعماري انه عشان الاوضه تضيق، لكن ده طبعا غلط، لان الاكسنتريستي بتاع العمود كده اتغير اللي هو السي جي بتاعه، فكده غلط انه يغير مركز الثقل بتاع العمود، لان احنا في الاول والاخر احنا لما بنيجي نصمم القعده بيبقى لها طريقه معينه لتحطيط القعده حوالين العمود. ادينا بتكلم هندسه اهو، وده الكارني بتاعي. تعالوا بقى نشوف شكل العمود، شكله فوق عامل ازاي. واحنا طبعا لما طلعنا بالاشاير من تحت، دي الاشاير بتاع العمود اللي المفروض هو طالع من تحت كده، ماشي ماشي. طب ما هو زي ده يا باشمهندس. لا تعالى، ده الاتجاه اللي قلبه فوق، لكن من جوه بقى ده الطبيعي بتاعه تحت اهو. تعالوا كده، ده الطبيعي بتاع العمود تحت اهو، وده الحديد بتاع القميص اللي انا جايبه اللي انا بعمله للعمود اللي تحت. طبعا انا كمان علشان خاطر اصحاب المكان لو عايزين يزودوا دور هقول لكم بقى انا عملت ايه تحت. يلا بينا ننزل تحت نوريكم احنا عملنا ايه هنا في الفيلا، علشان خاطر لما يحب يزود دور يبقى هو قلبه مطمئن ومستريح، مش مجرد ان انا عملت ريبير للحديد بس اللي هو مصدي. لكن تعالوا معايا محدش ينزل من الحلقه تشوفوا انا عملت ايه. بصوا يا شباب، ده العمود فوق اهوت، ودي الفتحات اللي انا وريتها لكم قبل ما اطلع فوق. تعالوا بقى كمان شوفوا انا عملت ايه. اولا انا المفترض ان انا لما بخش اعمل ريبير لعمود لمبنى قائم هو المشكله بتاعته كلها ان الحديد مصدي، فانا بشتغل على الحديد بس، بمعنى ان انا بقشر الكفر واركب حديد محطوط على الخرسانه على طول، وببتدي اعمل الغطاء الخرسانه ارجعه تاني، لان انا ما عنديش مشاكل للتحميل. لكن انا طالما فتحت بقى بالمره، وانا طالما اني انا عملت ريبيرنج للعمود، هو طلب مني وقال لي هل انت هت 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 هينفع الفيلا دي انها تبقى تاخد دور تاني. انا رحت طبعا، بصوا اللي اهم من ده كله ان انا عندي صرف هنا بتاع المنطقه كلها كان ضارب عندي تحت هنا في الارض وكان مبهدلني جامد، فكان انا عشان خاطر ان انا افكر ان انا اعمل ريبيرنج ازرع الاشاير هنا كان من رابع المستحيلات. فاحنا هنا وصلنا لغايه الاساسات تحت، وشغلنا مطور من بره وعملنا فتحه في الجنينه نسحب بيها الميه اللي في الارض، بس مطور عادي مش غاطس، لان الغاطس لو شغلته هيسحب كميه الميه بسرعه اللي تحت البيت ويبتدي يعمل لي تصدعات. فبالتالي بنسحب بمطور عادي، ويفضلوا بقى الرجاله تعبانين جنبه بالعشر ساعات والثمان ساعات علشان خاطر نسحب الميه بالشويش خالص، واول ما بنلاقي المنسوب هبط خالص بنيجي صابين خرسانه اسمنت مقاوم للكبريتات، وبعد كده زرعنا الاشاير دي وتركنا الموضوع يومين كده، وجينا بعد كده ربطنا الحديد بتاعنا بتاع العمود القائم اللي انتوا شفتوه مع زيادة القطاع 10 سنتي للعمود ده داير ما يدور، لان دول ده عمود في القلب وعمود تاني في القلب، دول العمودين اللي انا هزود القطاعات بتاعتهم لانهم شايلين من الاربع جهات. شفتوا بقى ان شغل الريبيرنج او الترميم مش قصة ان واحد بيقشر ويخش يصنفر ويدهن ويلبش ويجري، لا، انت في فكر، في ديزاين، في تصميم، في انشاء، في استراكشر، في كل حاجة انت بتعملها في المنشأ، علشان خاطر انت مش داخل مجرد انك تعالج وتدهن وتجري، قصة كلها قصة هندسية. اشكركم والقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.